مراسم استقبال رسمية نبثها عبر التغيير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أربيل الدولي. يعني نشهد حاليا هذه اللقطات أو نشاهد هذه اللقطات عبر التغيير التي توضح لحظات استقبال الرئيس التركي أردوغان والوفد المرافق له والذي أحط رحاله في الإقليم لمناقشة قضايا ملحة على رأسها السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية. يعني بالتأكيد مشاهدينا خلال الساعات المقبلة سنبث لكم تفاصيل اللقاء الذي سيجمع الرئيس التركي بالجانب الكردي. ما أن تردنا المعلومات يعني سنبثها لكم تباعا. يا كيف أسوى أنا شرف بوشار تك يا كيف أسوى أنا شرف سلاي فرمادا سلوكا إذن مشاهدينا الكرام، كما تتابعون هذه الصور المباشرة من مطار أربيل للحظات استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقليم كردستان، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستقبله رئيس حكومة أو رئيس إقليم كردستان نجرفان البرزاني الذي كان في مقدمة مستقبليه مع الوفد المرافق له بالطبع، وها هو يقوم بالسلام على مسؤولين في حكومة إقليم كردستان. من المتوقع أن يتم بحث العديد من القضايا المشتركة ما بين الجانبين، وهو دليل على الاهتمام التركي بإقليم كردستان وأهمية تركيا أيضا بالنسبة لإقليم كردستان وللعراق عموما. العديد من الملفات التي سوف يتم بحثها سوف ننقل لكم تفاصيلها أولا بأول في قادم الساعات بالطبع وفي نشراتنا اللاحقة. إذن هذه الصور تأتيكم مباشرة من مطار أربيل لوصول الرئيس التركي كما ذكرنا إلى مطار أربيل باسوانان شرف بوشا تك باسوانان بولا تك يكي باسوانان شرف بوبرزي تك يا كيف أسوانان الشرف بودروا ورقي راه
باسواناني شرف آسي ريكا.